نحل المسألة الآتية: 9 × 8 × 6 + 188 يساوي كام؟ 9 × 8 × 6 + 188 يساوي كام؟ 5 ثواني. محمد علي إن شاء الله 620. 620 الثعالب والساعة إلى دور الثمانية. إجابة صحيحة. الثعالب في صدارة المجموعة. طبعاً يا فرحة عبد الرحمن قاعد قعدة الجواسيس مع فريق الطواحين. الطواحين هارد لك هارد لك. هارد لك للطواحين، هارد لك فعلا. كنتوا ماشيين بداية قوية جدا. بس مصر أسامة والله أنا فخور بيهم جدا، هم عاملين أداء كويس جدا طول الموسم. أنا شايف هو توفيق ربنا بس، فأنا فخور بيهم جدا وسعيد إن أنا كنت معاكم الموسم ده والله. فإن شاء الله الموسم الجاي كل واحد هيبقى فريق طبعا، بس كل واحد فيكم في مستوى دلوقتي إن هو يشيل فريق لوحده. طبعا أنا فخور طبعًا. إن أنا كنت معاكم السنة دي. اكتسبتوا خبرة وأديتوا أداء هايل. هتوحشونا فعلا، هتوحشونا. وانا بقى بالذات هيوحشني محمد حازم بجد. محمد يا حازم انت جميل. الحمد لله بجد فعلا. الحمد لله. تتحب. الحمد لله. ما شاء الله عليك. السؤال الثالث محمد أسامة، اتفضل. محمد أسامة الحقيقة انت عملت مجهود عظيم في الموسم ده بجد، يعني ابهرتنا بالمجهود العظيم اللي انت عملته. فنون، سؤال في الفنون، سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ عادي ب20. دوسوا بقى على البازر مش هتفرق، نحسن السكور. فنون، والسؤال هو: من هي الفنانة التي قامت بدور نواعم في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم؟ بطولة فريد شوقي، محمود ياسين، صلاح قبيل، وحسين الشربيني. أبانوب مين؟ هدى سلطان. لا يا أبانوب مش هدى سلطان. هارد لك يا أبانوب. إجابة خاطئة. من إخراج مدحت السباعي، يا ترى في إجابة ولا فيش إجابة؟ محمد علي. ممكن نخمن يعني، قول فيفي عبده مثلا. فيفي عبده؟ لا لا لا. فيفي عبده. جت في نوع من ازاي؟ إجابة إيه بقى؟ إجابة مضحكة، قنبلة. إجابة قنبلة. طبعا زوجة محمود ياسين الفنانة شهيرة. شهيرة. السؤال الأخير أسامة، الثعلب الكبير المدير الفني والثعلب الكبير، تفضل في قمة سعادته. فنون، محدش أحسن من حد. سؤال ب20 نقطة لفريق الثعالب. آخر سؤال في الحلقة فنون، والسؤال هو: من هو الفنان الراحل الذي قام بدور منير في فيلم لك يوم يا ظالم؟ بطولة فاتن حمامة، محسن سرحان، محمد توفيق، عبد الوارث عصر. من إخراج صلاح أبو سيف. إيمان، فنان قدير مين بقى؟ نور الشريف. فنان مشهور بأدوار الشر. إيمان محمد، إجابة خاطئة. إسلام في إجابة؟ مين كان مشهور بأفلام الشر زمان؟ كان عادل أدهم وحد تاني. محمود المليجي. محمود المليجي طبعاً، إجابة صحيحة. محمود المليجي إجابة صحيحة. النتيجة في نهاية المباراة 120 الطواحين، 160 الثعالب. طبعاً هارد لك للطواحين. هارد لك، هارد لك. لعبتوا موسم قوي
اكتسبتوا خبرة وفرقت معاكوا الحقيقة على حاجة بسيطة جدا. على مدار المباراة أنا توقعت إن أنتوا هتخطفوا الماتش خلاص، ولكن التعالب كان ليهم رأي تاني. أفضل لاعب في ماتش النهاردة محمد علي باشا ب80 نقطة. التعالب أصحاب العلامة الكاملة، ألف مبروك إلى دور الثمانية ب9 نقاط، وفريق الساعة في المركز الثاني 6 نقاط، الطواحين الثالث 3 نقاط، أبو الهول في المركز الرابع مفيش نقاط. مباراة جميلة وقوية، وفريق الطواحين بإذن الله هنتقابل في الموسم الجاي ومواسم تانية.